المفكر المغربي محمد مصطفى القباج يحل ضيفا على برنامج مسارات الذي يشرف عليه مركز عزيز بلا للدراسات والأبحاث، محطة يعرض فيها الرجل تجربة ومسار حياته الأكاديمية والعلمية. هذه العملية مهمة جدا لأنها تتيح الفرصة باش كل الإخوان اللي هما ينتموا للنخبة العالمة أو المثقفة يعرضوا نفسهم بآرائهم بكل ما يخص حياتهم. وهذا ماشي معناه كشف الذات فقط، ولكن محاولة لإعطاء بعض النماذج التي يمكن أن تكون قدوة للأجيال الصاعدة حول كيفية الاهتمام بشخصهم، بتكوينهم، باتصالاتهم المجتمعية والسياسية، وبنشاطهم العلمي أيضا والأدبي والفني. ويذكر أن مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث دشن حديثا برنامج مسارات يستضيف فيه مثقفين وشعراء وفنانين وسياسيين للحديث عن مساراتهم وتجاربهم بأبعادها المختلفة، فضلا عن علاقتها بقضايا الراهن المغربي.